المرة الماضية أكلنا معكم لحم الكنغرز، اليوم بدنا ناكل لحمة غريبة جدا اللي هو الإيمو أو النعامة، ولحمة ثانية كمان هو التمساح. طبعا في هذا المكان اللي هو مترو برجرز، هو واحد من الأماكن الوحيدة اللي موجودة في ملبورن بيعمل هذه البرجرز. تعالوا معنا نشوف شو something is coming. أنا شايف شغلات جاي. أوه. هذا الشيف يعطي العافية. يا عيني. انتظروا معنا الآن. شوف الفانش. احنا عملنا اوردر من اهم ثلاثة همبرجر موجودين في هذا المحل، النعامة، الكروكودايل، والكنغر. بس احكي لكم انه استراليا هي الدولة الوحيدة اللي بتسمح انك تاكل الحيوان اللي موجود على الكود ارم او شعار الدولة اللي هو النعامة. طبعا مش هتلاقوا تقدر تاكل النعامة في اي مكان في العالم. خلينا نغوص بالنعامة والكنغر والكروكودايل ونشوف طعمهم كيف. وهنجرب، انا بدي اجرب اللحمة صراحة. خبز هذا مش طيب. هذا النعامة شوفوا كيف طعمه من جوا. قاسي شوي، مش طرية زي ما توقعت. كوكاداي زي تشيكن تندر وال سبايس، حاطين عليها جود سبايس. الكاميرا جود صراحة، لزيم. أذكى واحدة أنا شفتها الكنغر. طبعا احنا في بلد الكنغر. حكمل البرجر وححكي لكم آخر الفيلم شو بيحصل معي. طبعا زي ما انتم شايفين خلصت تقريبا النعامة، نص التمساح ونص الكنغر، بس مش قادر أكمل البرجر. يعني حجمه مش طبيعي. الدهن بيسيل فيه هيك، والصوص اللي حاطينه اشي يعني بخول. الخبز very crunchy، وطبقات السلطة متناسقة جدا، اشي مش طبيعي فعلا. هذا المطعم لازم كل واحد يزوره. thumbs up من استراليا لكم. عجبتكم القناة؟ بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.